السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني على الصفار من قناة يوميان صيدلاني. رايد من عندكم الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة، وأي شيء تحتاجونه من عندي بالقناة وتطلبونه من عندي أنا أقدر أساعدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني علي. اليوم راح أشرح لكم على موضوع علاج تساقط الشعر الموجود كلا الجنسين للذكور وللإناث باستخدام احد الطرق لعلاج تساقط الشعر اللي هو المينوكسيديل. المينوكسيديل موجود على شكل ثلاثة انواع، اللي هو موجود على شكل يا اما محلول او على شكل بخاخ او على شكل شامبو. زين، المحلول يكون بتركيزين، تركيز 5% للذكور وتركيز 2% للاناث، واما البخاخ موجود ايضا بتركيزين، تركيز 5% للذكور و2% للاناث، وايضا عندنا الشامبو بجميع الاشكال موجود، جميع الاشكال مالته وجميع النكهات. زين، هذني انصحن الناس اللي يكون عندهم تساقط بالشعر او الناس اللي يكون عندهم ضعف او نمو بالشعر، انصحهم باستخدام المينوكسيديل اللي يكون احد الاسباب التي تعمل على تقويه الشعر. وتحياتي لكم وشكرا جزيلا. القسم الثاني من علاج تساقط الشعر وتقوية الشعر باستخدام كبسولات البيرفكت، اللي تكون بهاي الشركة متوفرة، اللي هي عبارة عن الشركة الأصلية اللي يكون إنجليزي، وعندنا هاي الشركة أيضا تكون شركة هولندية. البيرفكت يستخدم لعلاج تساقط الشعر، ويستخدم أيضا لتقوية الأظافر وتقوية أيضا الجلد، ويعمل أيضا على تقوية العظام. يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مفيدة جدا للشعر، الجرعة مالته حباية وحدة يوميا بعد الأكل. أكثر شيء لازم الشخص يستمر عليه تقريبا 3 شهور، وراح يلاحظ وجود فرق من أول استخدام. وتحياتي لكم.